هي بتشتغل بتعرض الاسيد الجوز بعد الاساس الالكالين ده بيستنتج المتاس الكالي لما تخرج من الجسم بتاعنا لما بتخرج بتبريد الوول بتاع الجسم وتمشي بقى تقطع البريدوبيا وهي على سكتها لحد ما توصل للكبسول بتاع الليفر وتحفر الكبسول لحد ما توصل فين عايزه تروح فين عايزه تدخل الوايت بقى توصل لليانج اسمها يانج بارازايت عايش في البرانش الرفيعه تكمل لحد ما توصل للبيت برانش يبقى عندنا عدد قد الرحله اللي بتعملها مجرد ان احنا كنا طبقه سلطه مش مكسور كويس وفي انتفاخ في الستيج اسمها الريزستنت ميتاس الكلى. من هنا نقدر نقول ايه؟ ايه الاضرار؟ ايه الباثوجينيز؟ اول حاجه مشكله ان في كائن غريب دلوقتي قاعد هنا في السبورت انتستن بيحاول يبنتريت الجلوكوزا بتاع السبورت انتستن. عند المرحلة دي العيان هيجي يشتكي من اضطرابات في الهرم ممكن يبقى عنده دايرية خلاص سببها ايه يا جماعة؟ سببها ايه الحكاية دي؟ سببها ان البارازايت بيعمل بنتريشن هنا انما الجسم بتاع العيان ايه الاضرار اللي حصلت؟ بيقولوا ان لو خدنا انسيستنت ميتاس الكالية واحدة يقدر السيستم يتغلب عليها والعيان ده يجيله هيمنج يعني خف من غير ما يروح للدكتور ما يحسش بتعب دي حاجه وده عيان ده اخر انما لو خدنا السلطه في كميه انسيستنت ميتاس الكالي كتير هيبقوا اعدادهم كبيره راح تريد الجلوكوزا ويوصلوا للليفر ويبتدوا يقطعوا الليفر تيشو ويبقى عيان في الحاله ده بيحصل ديستراكشن والكروسس في الجلوكوزا بتاعت الليفر بدات ما كانش خلاص بعد كده ايه اللي هيحصل؟ ممكن لو عددهم كبير يسدوا هنا اليوبل بتاع الوايت داكت والعيان ده يجي يشتكي من اوبستراكت جونز خلاص وممكن يحصل انفلاميشن والهول بتاع الوايت داكت يبقى ثيكند وكمان الانزايم البارازايت اللي بيفرز انزايم اسمه برولين ده برضه ضار جدا للعيان كل بقى يقطع كل الدمج بيحصل في الليفر خلاص لان البارازايت مستقر فيها بعد كده في النص نلاقي بعد الانفلاميشن بيحصل فايبروزس والليفر سيلز كده تبقى مشدوده والعيان بيبقى عنده سيفير ليفر دامج. بصوا في نقط صغيره كده تكون ايه دي؟ ده العدد البارازايت ابتدى جينيتال سيستم يتكون وابتدت تطلع اكس. الاكس دي ممكن تمشي مع القرطاس بتاع الاكس بتهرب من السول وبعدها يتفشل في الليفر ويعمل زي خرايط. يبقى كده الليفر تقفل خالص وبعدين ممكن بقى لو العيان ده كان حاطه سعيد في الاول والبيوليسيس اتغلب الانفكشن ممكن في الحاله دي لو العيان ده واخد كميه كبيره بعضهم ما بيمشيش في السكه دي بيتوه لما بيتوه بقى بيروح لحته تكون عليها اختارك والعيان ده الليفر بتاعه سليم عنده مشاكل في حته ثانيه بيبقى تشخيص صعب جدا ليه؟ لأن البارازايت بص كده أو ماشي كده ما وصلش للليفر بتاعي في أي حتة خلاص يبقى الحتة اللي هيروح فيها هيعمل فيها انفلاميشن ودامج وده زي ما قلت لكم بيبقى التشخيص بتاعه صعب يبقى الباثوجينيسيس احنا فهمناها من الرحلة اللي عملها البارازايت اللي جوه جسم العين تاني بقى دي الكلينيكال بيكشر بصوا ده الليفر بتاع عيان سفير احنا قاطعين الحتة دي شايفين البايت داكت سليمه ازاي والليفر مش قاسي لما يحصل ان البارازايت يقطع كده شايفين؟ وبعدين يوصل البايت داكت يبقى قرر اكيد وهو ماشي بيقطع هيحصل دامج وده يبقى شكل ايه؟ الليفر بعد الدمج شايفين؟ يحصل فايبروزز يبقى نفهم ان عيان الفشوله دايما يبقى شكل بتاعه ليفر ديزيز ودي الصوره اللي بيروح بيها الدكتور نشوف بقى الكلينيكال بيكتشر احنا اتفقنا ان العيان يبدا الاساس المكسه الجايه وصلت ايه؟ اول ما تديني نعمل البنتريشن يبقى العيان هيجي يشتكي من دايجستيف ديستربنسز ودايريكت الدكتور بعد مش مظبوطه عن الاسكان تاتي اول شهر طيب لو البارازايت خلاص عمل بنتريشن ابتدى يمشي عايز يوصل للليفر ده كائن حي بيطلع الافرازات بتاعته الافرازات دي عباره عن توكسينز الانديوز سيستم لما بيجي يتفاعل معاه ويلم الافرازات والفضلات دي بيحصل ايه بقى؟ اهو شايفين المشكله خلاص في الرحله دي الفرازات بتطلع افرازات اسمها باي برودكتس في المرحله دي العيان هيجي
الشيخ ولا الدكتور يعمل يمين يرجعني البين ده فين مرجعش حتى ايه في الرايه كروس ذا مارجن والخاص ترمال بين او اسهل نقول في الرايه او كارتن الدكتور مرجعش حياه الليفر المارجن وتندر يعني ايه تندر؟ يعني لما يضغط كده على الليفر العين يحس بين فده اللي بنسميه تندر ليك تمام؟ ممكن طبعا لو القلق سدد الباي دكت كومبليتلي يبقى حلو ان العيان عنده انفلاميشن في الباي دكت ممكن الانفلاميشن يوصل لكل بلد والعيان يبقى عنده ابستراكت جونز يبقى دي الصور اللي هيجيلكم بيها العيان في العياده تمام؟ ممكن يجيلكم في مرحله فيري ايرلي يشتكي من دايريا وديستربنس عشان ديستربنس ممكن يجي يشتكي من فيفر وارتياليا ممكن يجي يشتكي بين في الرايت هاند كورنر ممكن يجي يشتكي من جونس على حسب هو جاي في انهي ستيج دي كلها كامل اوف كيسز قال لي ايه صور معينين كل دول عندهم فاشيولا انفكشن عندهم فاشيولا كيسز اي واحده من دي ممكن تيجي صوره في التحالف مع اكيد السن طيب دلوقتي احنا قلنا في العياده الدكتور بيحط احتمالات عاوز يتعالج بالتشخيص لان الصور اللي بتتاخد دي ممكن تبقى فشولة وممكن تبقى حاجات تانية كتير فعشان نتاكد ان سبب الفشولة لازم يطلب مساعدة المعمل الفشولة اللي عايشة في الباي داكس يبقى الاكس بتاعتي هتتم على السطول خلاص فاول شخص ممكن يساعده المعمل طبعا كلمة يعني ادي احتمالات خلاص ادي الصورة اللي عندي فيها في العيادة محتاج مساعدة المعمل المعمل ايه وسائل عند الدكتور؟ الدكتور ممكن يشوف الاجهزه في الصدور دي وسيله وممكن ما يلاقيهاش فيحتاج يدور في دم العيان على الانتيجين بتاع الافرازات بتاع الفرازات او الانتي بودي خلاص ممكن الافرازات دي تلاقيها نازله على الاسطول بتاع العيان فيدور على الانتيجين في الاسطول بنسميه كوبر وانتيجين الكوبر كلمه لاتيني للاسطول او يدور على الانتي بوديز اللي كونها جسم العيان المريض وكمان ممكن يفحص دم العيان في علامات تقول ان هو عنده فشيولا انفكشن. طيب بس كده المعمل لا في دكاتره الاشعه عندهم وسائل كبيره جدا تساعدهم في الدايكنوز. نبتدي بقى ايه بالمعمل؟ الدكتور في المعمل جاي له شده العيان ده عنده فشيولا او شكت انه فشيولا تعمل ايه؟ اول حاجه اشوف الاكس. الاكس دي اخد السطول بتاع العيان وادور على الاكس. حاولوا يقولوا في صعوبات ممكن يبقى عنده البارازايت ممكن يفحص ما يلاقيش الاكس ممكن يوصل للبارازايت في الحته اللي عايش فيها البارازايت عايشه فين في الباي داكس يدخل بالمنظار لحد ما يوصل الجودنا ويسحب شويه من الجودنا الاسبريت خلاص يبقى ازاي اهو قال لي المنظار الاسكوب داخل بالمقص لحد الجودنا هنا كده وبعدين يروح بالابره كده ساحب شويه من الجودنا فيول ويحطه على الميكروسكوب ويشوف برضه الاكس يبقى في وسيله سهله افحص الاسطول وادور على الاكس او افحص الجدنا الاسبريت وادور على الاكس. الاكس دي الدكتور لازم يبقى عارفها كويس قوي موجوده في الكتاب اس اس سي سي سايز شيب كالر كونتاكت. لازم الدكتور اللي هيتخصص تحاليل لازم يعرفها كويس جدا. تمام؟ طيب يبقى احنا قلنا اول وسيله ادور على الاكس يعني انا في السكول دي اوصل لها مكان يكون انا عايشه في الجنة. الطريقه دي في التشخيص بنقول عليها اوبنينتي ما هياش مفيده قوي ليه بقى؟ لان لو الفشله بتوصل للوايت بلدز وتعيش وتبتدي تاذي الليفر ولسه الجنتال اورجنز بتاعتها كسلانه لسه ما بقتش تطلع اكس. خلاص يبقى ده اول سبب اللي بيقعد ثلاث او اربع شهور ولسه الاكس ما ظهرتش مش جاي كونسيستنت حاجه ثانيه دي اول مشكله. تاني مشكله ان الاكس دي لما بتنزل تنزل بعدد قليل وفترات متقطعه وكمان بتبطل بدري قوي. يبقى لو العيان دخل في المرحله المزمنه دورة الاسطول ما تلاقيش اكس. في مشكله ثالثه ان ممكن شخص سليم كل مشكلته ان هو كان كبده بتاع بقره او جاموسه او خروف والكبده دي مستويه وكل حاجه بس الكبده دي كانت
او يسجلوا الفوز الفاشل بيقول له والله انا اخر كده لمدة اسبوع بحيث ان الناس تبقى بتاعت كلها كتير للناس ويرمين الجدول اناس يلاقي اكس اختفت يبقى ده ياكد انه فعلا كان فوز الفاشل. يعني الوسيله الثانيه النيو دايجنوز اللي هي ايه يا جماعه؟ بدور على افرازات فين اسمها الانتيجن او الانتي بودز اللي كونها جسم العين. بس اعملها ازاي؟ ممكن اشوف الانتيجن نازله في الشتوز بتاع البيشن او ممكن اشوفها في البلاد بحيث اخد عين الدم من العيان واسيبه يفصل بحيث ان الارتسيس تبقى تحت وانا بدور على السيرم على الانتي بودز. بدور عليهم بانهي تكنيك؟ في ثلاث تكنيكس مطلوب ان انتوا تعرفوا اسمهم بس. التكنيكس بتاعتهم دي هتاخدوها في المايكروبيولوجي لان مش هتسالوا عن التكنيكس. يبقى انا بشوفهم ازاي الانتيجين او الانتي بودي او التكنيك اسمه ايلايزا خدوه في المايكروبيولوجي. تاني تكنيك اسمه نيورو فلوريسنس وتاني تكنيك اسمه نيورو الكتروفوريسنس. يبقى انتوا دلوقتي المفروض تحفظوا الحكايه الثلاثه بس انا كنت مش فاهمها. انا حواليكم شكلهم بس احنا المفروض ان انتوا تجيبوا دول بس تبقوا عارفين ان النيورولوجيكال دايجنوست اللي بنرجع لها امتى؟ في الاول لسه الورس ولا ما عايش اكس وفي الاخر في الفاينل ستيج بطلت تطلع اكس. تمام؟ نشوف اول واحده اللي هي النيورو الكتروفوريسيس. في المعمل الدكتور بيبقى لايك ليه كده في 96 ويل، الويل الواحد شخص عيان واحد. يجي البليت ده جاهز كده ملزوق فيه الانتيجين بتاع الفشل وراح حاطط فيه ايه بقى؟ وراح حاطط فيه السيرم بتاع العيان. لازم في كل خطوه خطوه نحسب عشان الحاجات اللي في السيرم احنا عارفين السيرم ايه الانتي بودي بس ونخلص من ده. وبعد كده نروح حاطين انتي بودي تاني ينزل في الانتي بودي بتاع العيان اسمه انتي انتي بودي. الانتي انتي بودي ده لازم فيه انزيم لان انا لما بحط الحاجات دي مش شايفه حاجه. بحط بعد كده حاجه تكسر الانزيم عشان اللون يتغير واعرف ان هنا كان فيه انتي بودي. بص كده لو حطيت الحاجه اللي اتكسرت الانزيم اسمها عصرين اول ما يغير اللون اعرف ان السلسله دي اتكونت يبقى السيرم بتاع العيال اللي حطيته كان فيه انتي بودي. تمام؟ انتوا مطلوب منكم تقولوا ايلايزا بس الكيس دي هتختار. في الوسيله الثانيه انا عايز اشوف الانتيجين نازل في الجسم بتاع العيان فبجيب الايزا كليت يبقى الكليت ده شايف في انتي بودي مخصوص اسمه مونو كلونال انتي بودي برضه هتاخده في المايكرو وتروح حاطين الجسم بتاع العيان. لو هو فعلا عيان فشيوله هيبقى فيه الانتيجين شايفين بس في الانتي بودي. وبعد كده لو حاطه انتي بودي تاني نسميه انتي انتي بودي شايف فيه انزيم. ليه شايف فيه انزيم؟ عشان احط حاجه تكسر الانزيم عشان اعرف اذا كان في انتج دخل ولا السلسله دي اتكونت ولا لو يحصل تشينج في الكلر يبقى اعرف ان فعلا العيان ده كان مش نازل في الانتج بتاع الفرازات يبقى ده عنده فشل. بصوا شكل الجلايزه دي الولد اللي لونت معناها عيان اللي عندهم الانفكشن الولد اللي بتفضل فاضيه معناها ان ما كانش عنده انفكشن. دي كده باختصار الجلايزه زي ما قلت لكم احنا بنقول نلبس المايكرو. نيجي الوسيله الثانيه اللي اسمها النيوروفلوريسنس. دي بستعمل فلوريسنت مايكروسكوب دي بقى سلايد بحط عليه الانتج بتاع الفشوله اللي جاي جاهز في المعمل. انا هحط عليه السيرم بتاع العيان عايز اعرف العيان فشوله ولا لا. اما احط الانتي بودي كده ماشي نزل فين؟ كده يبقى ده فعلا العيان عنده فشوله بس انا لسه مش شايفه حاجه. حطيت السيرم مش شايفه حاجه. اروح حاطه برضه انتي انتي بودي خلاص هينزل في الانتي بودي بتاع العيان وهنا بقى شال فيه انزيم شال فيه حاجه فلوريسنس واروح حطها تحت الفلوريسنت مايكروسكوب. اول ما الاقي ضوء كده اعرف ان السيرم اللي انا حطيته بتاع العيان كان فيه انتي بودي والسلسله دي اتكونت. تمام؟ دي النيورو فلوريسنس. النيورو الكتروفوريسيس من اجل برضه بتحط السيرم بتاع العيان برضه هتاخدوها المفروض تنزل في المايكرو. نيجي بعد كده بتاع الدم العيان هلاقي حاجتين مميزين. العيان ده عنده انيميا والعيان ده الزينوبيلز عاليه قوي. في قاعده يا جماعه اي دوده بتقابل الانسجه بتاعت العيان على طول الاميون سيستم بيطلع خلايا اسمها الزينوبيلز.
دي من ضمن العلامات اللي في بارازيت انفكشن عند العيان ده. دي الوسائل